ارتاح كده وتستمر معانا، تستمر معانا لمده 3 محاضرات بس. ممكن نحاول نخففه شويه عشان ما يبقاش انت حاسس برضو بتقله، يبقى نخليه على 4 محاضرات ولا حاجه، بحيث ما ايه كل مره نروح بدري شويه. انا بحس دايما بتنيب الضمير بعد الموضوع، الناس بتيجي تستنى كده فتره طويله فبحس بتنيب الضمير. فتعالوا نشوف مع بعض الموضوع خلال 3-4 محاضرات الجايين دول هيكون عامل ازاي. احنا بنتكلم عن ايه؟ ان احنا كان عندنا سويتشات اكسس، هي سويتشات في دور، سويتش في دور، سويتش في دور، دي سويتشات كلها اكسس. وعشان نوصل السويتشات الاكسس دي احنا نوصلها مع بعض على مين؟ على الديستريبيوشن سويتش او دور. هسقعه ولا حرره؟ سقعه. خليها هيك سكيم. حرره؟ سقعه وظبطه عليه هو. معلش فتاني كده السويتشات زي ما حضرتك شايف اكسس هيجمعوا في الاخر على السويتش من سويتشات الديستريبيوشن. معلش لاحظ ان انا رسمت الديستريبيوشن المره دي ان هو لاير 2، لان الفيتشرز اللي هنحكي فيها دي كلها مالهاش دعوه خالص بالراوتر بروسيسور اللي جوه السويتش. بص من الاخر، الراوتر بروسيسور اللي جوه السويتش ده هيفيد معانا امتى او هيفرق معانا امتى؟ لما بس نجيب راوت ما بين فيلانز او اي فيتشر من الفيتشرز بتاعت لاير 3 او اكتر. غير كده هو بالنسبه لنا الديستريبيوشن بيأكت از لاير 2، هو مالتي لاير، بيأكت ساعات لاير 2 وفي اوقات بيأكت از لاير 3، في حاله الثانيه ممكن هو بيأكت از لاير 2. طيب فما بين الاكسس والديستريبيوشن بنربط كابلات بالشكل ده، بعض الناس في الديزاين بتاعها بتروح عامله ايه؟ يقول انا خايف ان الاكسس يفقد الاتصال بالديستريبيوشن بسبب الكابل ده يتقطع. يروح عامل ايه؟ يروح عامل كابل باك دور كده، كابل ما بين الدور وبعض. يعني ديزاين سيء شويه بس بعض الناس بتعمله. ديزاين زي كده ممكن يسبب للاسف لبس. وبلاش دي. ممكن يطلع ايه؟ بدل ما هو عامل شويه الاكسس ورابطهم ببعض بالديستريبيوشن ورابط ما بين الدور والدور اكسس سويتش والاكسس سويتش، ممكن تبقى القصه دي ما بين مين ومين؟ ما بين ديستريبيوشن وديستريبيوشن والكور. يعني عنده ديستريبيوشن سويتش وديستريبيوشن سويتش رابطهم بالكور. وبرده موصل باك اب كيبل، باك اب كونكشن ما بين الديستريبيوشن والديستريبيوشن. ليه الناس بتفكر في كده؟ لا في الاخر هو كابل، يعني هيساعدني في ايه؟ ما يجيش 3 متر، ما يجيش 4 متر، مش هيكلفني 4 5 جنيه وابقى عملت باك اب، مش بدل ما اجيب سويتش جنب نص مليون جنيه ولا ربع مليون جنيه؟ فهو كابل باك اب احتياطي عشان خاطر لما تحصل مشكله للكور او الديستريبيوشن نعتمد شويه على الكابل، شويه مؤقتين على الكابل لحد ما الدنيا تبدا تقف. المشكله ان الحاجات دي كلها بتسبب للاسف لوبس. تفكرك ليه بتسبب لوبس؟ بسبب طبيعه الايثرنت. طبيعه الايثرنت انه بيفلط في اوقات كتير قوي. بيفلط لو جاله حاجه انون، بيفلط لو جاله حاجه مالتي كاست، بيفلط لو جاله حاجه بلو كاست. تعالى نشوف مع بعض، لو جاله كمبيوتر وبعت داتا السويتش اضطر ان هو يعمل لها فلط. هيعمل ايه سويتش؟ الفلاد ده وهيفلاد، هتوصل للديستريبيوشن سويتش. الديستريبيوشن سويتش هيعمل ايه؟ هيفلاد هنا، هيفلاد هنا. طبعا كان ممكن تقدر تكنترول شويه الفلادنج دوت عن طريق انك انت تلعب بالالاو دي لانز. وسؤال مشهور برضو في الانترفيوز بيقول لك احنا ممكن لو عايزين يعني بدل ما نلعب بالسبيننج تري عشان نوقف اللبس، لو لغيت السبيننج تري ممكن العب بايه تاني عشان اقدر اوقف اللبس؟ المره اللي فاتت شفنا ممكن ايثر تشانل، يعني ممكن لو هما سويتشين مع بعض ممكن بالايثر تشانل ابدا اعمل ايثر تشانل ما بين سويتشين وفي الاخر اوقف السبيننج تري لو عايز. بس لو الدنيا لفه مش سويتشين، هما اكتر من سويتش ولافين حوالين بعض. فلعبه اخرى الناس بتعملها ساعات ترافيك انجينيرنج، موضوع الالاود جرانز. انت لو عملت الالاود جرانز الفلاد ممكن ما يروحش كده، ممكن ما يروحش كده، ممكن ما تخليهوش يرجع كده. ممكن ما هو بالظبط الالاود جرانز والتوني، الالاود جرانز والتوني. بمعنى ممكن طريقه ثانيه لو الناس، بس كلها دي مش طرق امان، يعني مش طرق سيف. ذا سيفست واي انك انت توقف اللوبس دايما انك انت تسيبها بشكل دايناميك للسبانينج تري. طبعا نشوف لسه بقيت مشكله. تعالى نلف لفه، يعني نلف مع السهم ده. كل الاسهم دي هيحصلها نفس الازمه، بس تعالى نلف مع السهم ده. لان يعني الداتا اللي هتيجي للاكسس سويتش هيحصل لها ايه؟ السويتش ده عشان خاطر شايف ان ده برودكاست او مالتي كاست او انون هيفلط كده وهيفلط كده. تعالى نشوف مع الضلع دي. وصلت للسويتش ده، السويتش ده لو لقاني يا برودكاست او انون او مالتي كاست هيفلط برضه في كل حته، وهترجع وتلف تاني وتفضل لوبس تحصل فين؟ ده في كل الاتجاهات. وكل ما يبدا الكمبيوتر يروح باعت برودكاست تاني او يعمل حاجه تستحق الفلوت تاني، تبدا في الاخر تكتر الفلوتز بتاعتك والبرودكاست بتاعتك، ويسبب الكلام ده في الاخر برودكاست ستور. طبعا برودكاست ستور عاصفه من البرودكاست،
فلاد ستورم عاصفه من فلاد شيء اكيد هيكون مؤذي بيخلي الشبكه بتاعتك تهنج وتقطع على الاخر. ايه الحل بقى المفروض؟ الحل انك انت ما تعملش كابلات ذكاء، ده شيء بيبقى صعب الناس تستغنى عنه، يا اما الاوبشن الثاني انك انت تشغل السبانينج تري بروتوكول. احنا نبدا نحكي من اول سبانينج تري دوت اللي هو 802.1 دي المسمى ب اس تي بي فيرجن 1 سبانينج تري فيرجن 1. لكن احنا معانا في الكورس في سبانينج تري بتاع سيسكو اسمه بيرفيلان، في سبانينج تري فيرجن 2 اسمه رابيد سبانينج تري، في برضه بتاع سيسكو بيرفيلان رابيد سبانينج تري، اخر صيحه سبانينج تري فيرجن 3 اسمه المالتيبل سبانينج تري. فاحنا معانا ان شاء الله طول الفتره بتاعت الاسبوع اللي جاي قاعدين نتكلم على الانواع دي كلها. لود بتاع فعلا سبانينج تري لود هام جدا في الامتحان، ان هو يعني هو اصل سويتش، يعني سويتشنج عباره عن في الاخر فيلانز وسبانينج تري، هو ده يعتبر اساس السويتشنج. فتعالوا نشوف مع بعض فكره بقى السبانينج تري قايمه على ايه. سبانينج تري بروتوكول ات ستارت اب. سبانينج تري يشتغل ازاي؟ ستارت اب ازاي؟ هو بلاج اند بلاي يشتغل لوحده. فالسبانينج تري الستارت اب بتاعه سهل بلاج اند بلاي. طب لو حابب ان انا اوقف السبانينج تري ينفع؟ اه طبعا حابب توقف السبانينج تري ينفع. ازاي؟ اخش على الكونفجريشن مود. لو عايز الغي السبانينج تري ليه الغيه؟ هو في الحقيقه السبانينج تري اصلا بيبطئ الدنيا، يعني بيبطئ لك شبكتك، هو بيديك طريقه امان انك تقدر تنقل بيها داتا من غير لوبس. بس لو انت متاكد ان شبكتك اصلا ما فيهاش لوبس، طب ما خلص الغي السبانينج تري. الغي السبانينج تري ازاي؟ كوماند البسيط ده نو سبانينج تري. خلينا النهارده انا بشرح تو موديولز كده مع بعض. ليه؟ عشان خاطر يعني ما يبقاش المحاضره بتاعتنا يوسلس، يعني شرح ما يبقاش نظري بس، شرح نظري. في موديول تاني اللي بعديه على طول الكونفجريشن. يعني خلينا النهارده بنخلص مع بعض تو ليسنز كده موجودين في الكتاب معاك، لسن كان كله شرح ولسن كان كله كوماندز. انا هستغل الموقف وندي عشان خاطر المحاضره تساعد المحاضره سهله الاثنين مع بعض، يعني الشرح والكونفجريشن. فاقول نو سبانينج تري وممكن ازود اوبشن. ان انا الغي سبانينج تري بالنسبه لفيلان معينه. ليه؟ لان احنا ممكن نقدر نشتغل سبانينج تري حاجه اسمها بير فيلان. لو عايز الغي سبانينج تري بير فيلان معينه اقدر. لو عايز الغي سبانينج تري بير كل الفيلانز انا ممكن ازاي اختار كل الفيلانز؟ الفيلانز المتاحه العمل بيها من 0 ل 4094. اقول نو سبانينج تري فيلان من 1 ل 4094 كده لغيت سبانينج تري على كل الفيلانز، يعني غير سبانينج تري تماما. وهل اقدر الغيه على الانترفيس؟ اه طبعا. لو عايز الغي سبانينج تري على بورت معينه ممكن اخش على البورت على الانترفيس واروح اقول له كده نو سبانينج تري فيلان، واختار برضه عايز الغي يا ترى على البورت دي الفيلانات الفلانيه، عايز الغي كل الفيلانز من 1 ل 4094. طبعا غلط ان احنا نستخدم النودت. انا بس عشان اقول لك يعني ازاي تقدر تلغي سبانينج تري، لان برضه احد الزملاء كان لسه بيقول لي المره اللي فاتت سال سؤال ازاي اقدر الغي سبانينج تري، كان في انترفيو ازاي اقدر الغي سبانينج تري؟ سهل نو سبانينج تري. بس اكيد الانترفيو كان قصده حاجه ابعد من كده، كان قصده اوبشن ثانيه ابعد من كده. فهو ممكن ببساطه نو سبانينج تري ده بيلغي سبانينج تري من على البورت، ومن على البورت ممكن نلغي نو سبانينج تري. بس اللي اعتقد يعني السؤال اللي ساله زميلك ده كان يعني الانترفيور بعده ابعد من كده، يعني كان عايز يتكلم عن حاجه اسمها البورت فاست، فيتشر اسمها البورت فاست بتلغي السبانينج تري برضه. يمكن كان عايز يخلي زميلك يوصل للموضوع البورت فاست، اكيد ما كانش قصده في الانترفيو انه يقول له يعني نو سبانينج تري. بس برضه دي معلومه تبقى عارفها بحيث تفرد عضلاتك قدام الانترفيو. سهله، الغي السبانينج تري على الانترفيس، اخش على الانترفيس اقول له سبانينج تري وتقول له وبرضه نعمل موضوع البورت فاست. ده يا راجل ايه ده؟ معقوله ده يتعلم منك؟ مش انت مش هو اللي يعلمك، يعني قول له ده انا علمت عليك في الانترفيو. ما تطلعوش الكلام ده في الفيديو طبعا. طيب ادي ستارت اب، خلاص احنا هنشتغل بلجن بلاي، يعني مش هنعمل الكومنتس دي. فيفضل سبانينج تري شغال. ايه اول مرحله بقى بيعملها السبانينج تري عشان يشتغل صح؟ تعالى نرسم رسمه اوضح شويه من دول، نشرح حاليا ازاي السبانينج تري بيشتغل. واسهل طريقه نشرح بيها السبانينج تري نرسمها على مثلث تراينجلز، ان هتلاقي اغلب الشبكه بتاعتنا في الديزاين عباره عن مثلثات. ما بين الاكسس والديستريبيوشن والاكسس مثلث. اكسس والديستريبيوشن والاكسس تاني مثلث. ديستريبيوشن والديستريبيوشن والكور مثلثات. عشان كده هي افضل طريقه نشرح حاليا السبانينج تري احنا نشرحها على مثلث من المثلثات دي، والمثل بيحصل لبقيه المثلثات. ايه تعالى ناخد مثلث كور والاثنين ديستريبيوشن ونبدا نعرف السبانينج تري هيشتغل ازاي ان مور ديتيلز. ادي سويتش كور. وادي سويتش الدور، سوري، وادي سويتش ديستريبيوشن. وادي سويتش كمان ديستريبيوشن. وبعدين موصلين ما بين اثنين ديستريبيوشن مع بعض، احسن عشان خاطر يبقى اي باك اب احتياطي الكابل ده يتقطع
يقدر التو ديسيبشنز دول بيعرفوا يشوفوا بعض لو الكور كان فيه مشكله فيه اول. فايه اول مرحله بتحصل بمجرد ما بتشغل الاسبانين تري؟ اول ما بشغل الاسبانين تري اول سويتشز بيشتغل عليها الاسبانين تري. ويل ديكلير راح ويل ديكلير ذات اول سويتشز every switch will declare حيال that it is the root switch. ايه هو root switch؟ كل switch يشتغل spanning tree بيبدأ يعلن نفسه ان هو رايز. يعني دي بداية كده، اي switch هتشغله باور وصله الكابلات بتاعته في الاخر هيقولك انا رايز. ليه كل واحد فيهم بيفترض نفسه هو رئيس لحد ما ينقوا افضل واحد فيهم خير من يمثلهم؟ طب بيعمل ايه كل switch عشان بيفترض نفسه رئيس؟ يبدأ يعمل حاجة اسمها BBQ plugin. اختصار الـ ABBQ Bridge Protocol Data Unit. اصل في الحقيقة لما عمل البروتوكول ده ما كانش لسه اختراع سويتشات. لما عمل البروتوكول ده كان على الجيل الأقدم من السويتشات، كان اسمه Bridge. Bridge دلوقتي ما فيش حد بيشتغل بيه، ان هو software based، يعني هو ports هو appliance hardware، بس كان كل شغله مش بICs، كان كل شغله بالبروجرامينج وسوفتوير وغير. فالجيل الجديد طبعا هو السويتشات. فعشان كده من ايام زمان سموها بريدج بي دي يو. وفكرت ايه البي دي يو؟ سي سي ان بروتوكول داتا يونت، اللي يعني ايه؟ كانت سيجمنت وباكيت وفريم. فلو بنتكلم عن بريدج يبقى مقصود بيها انها فريم، بريدج فريم. او في مسميات حديثه شويه للدي بي دي يو بتسمى هلو مسج، هلو فلاجن. يعني في المسميات الحديثه بدل ما بتسمى بي بي دي يو عشان دلوقتي احنا شايلين على سويتشات بتسمى برضه هلو، هلو فلاجن. فعلا لما تيجي حتى تعمل بعض الديباج كوماندز، يعني بعض الاوامر الالكترونيك لايف اللي بيحصل، هتلاقي ساعات بعض الاوامر يطلع فيها في هلو وساعات يطلع فيها بالجي، فالاثنين هم مضمونين بعمله واحده. المهم يعني في الاول هيحصل ايه؟ هيبقى كل سويتش بيعمل فلادنج للبي بي دي يو للهلو مسج بتاعته. فيها ايه البي بي دي يو دي؟ فيها حاجات كتير قوي. اهم الحاجات اللي تهمنا مؤقتا، وطبعا واحنا ماشيين مع التريننج بتاعنا هنشوف ايه الحاجات، ان كل فعلا سويتش بيقول يا ترى هو اي سويتش؟ هو مين؟ فكل سويتش بيبدأ يعمل عن نفسه بيقول لك انا الرئيس، وبيطلع معلومه اسمها سويتش اي دي. نعرف حالا ايه هو سويتش اي دي. وايه كمان؟ وكل سويتش يقول لما بطلع البي بي دي بطلع البي بي دي من اي بورت اي دي. خانه اسمها البورت اي دي او الاسم الادق بقى ليها احنا بروفيشنال اكتر، سندر بورت اي دي. والسويتش اي دي سندر سويتش اي دي. والخانه الثالثه طبعا هو خانات اكتر من كده بكتير، بس الخانات اللي تهمنا دلوقتي حاجه اسمها الاكيوميليتد باث كوست. طول ما احنا ماشيين في الكورس هبقول لك وبيزيد ايه في الفيديو وبيزيد ايه، لغايه لما على اخر مثلا سيشن ولا اثنين ولا ثلاثه ابقى اقول لك كل الديتيلز اللي موجوده في الفيديو دي عامله ازاي. يطلع فيها الهلو تايمر، هيطلع فيها حاجه اسمها الفورورد ريل تايم، الماكسيمم ايج تايم، يطلع فيها ديتيلز اكتر من كده بكتير، بس ده بشكل مؤقت بس انت لو جيت ضرب البدايه النهارده بالشكل ده. هو النهارده هزود لك عليها حاجات طبعا نهايه ان شاء الله السيشنز بتاعت السبرنج تري ونشوف الشكل ده كامل عامل ازاي. فدي كده اسمها البي بي دي. يعني نوع من انواع البي بي ديوز دي بيسموها كده كونفجريشن بي بي دي يو. عندي بتسمى كونفجريشن بي بي دي يو. دي البي بي دي يو اللي بيها نقدر نعمل سيتنجز للسبانينج تري. وفي انواع ثانيه من البي بي دي يو، بي بي دي يو تايبس. ايه انواع البي بي دي يو؟ في كونفجريشن بي بي دي يو اللي هنقعد نحكي تقريبا اغلب شغلنا عليها، وفي بي بي دي يو ثانيه اسمها توبولوجي تشينج. صح، توبولوجي تشينج نوتيفيكيشن بي بي دي يو. ايه الفرق ما بينهم؟ الكونفجريشن بي بي دي يو ما يخرجهاش غير اللي يحس ان هو رايز بس باي روت سويتش اونلي. اللي رايز بس هو بيخرج الكونفجريشن بي بي دي يو. كل قد ايه؟ كل 2 سكند. اما التوبولوجي تشينج نوتيفيكيشن بي بي دي يو او المشهوره باسم تي سي ان بي بي دي يو، دي باي اني سويتش فيلينج تشينج. طب بتطلع كل قد ايه؟ لا دي بتطلع ايفنت تريجر. يعني ايه ايفنت تريجر؟ لو في ايفنت
لو في بالظبط اي فيل ففي لحظه الفيل فساعات لما بيحصل فيه اي تشينج فلحظه الايفنت ده اذا حصل الحدث دي السويتش ده بيطلع البي بي دي. طيب احنا خلينا ان احنا لسه مفيش تشينج, احنا خلينا لسه نبدا الدنيا في الاول ان احنا نبعت الكونفيجريشن بي دي. مين تاني اللي بيبعت الكونفيجريشن بي دي؟ رئيس السويتشات مره كل سنتين. ايه الهدف؟ ايه الهدف من السويتشات تبعت البي بي دي كل سنتين؟ عشان ينقوا ليهم رئيس. Each switch will send the configuration BBDU every 2 seconds. ليه؟ عشان ينقوا ليهم رئيس. وهيطلع كل switch بيبعت البي بي دي يو دي, كل switch يلاقي ان في حد احسن منه موجود في الشبكه بناء على الشروط اللي هنقولها بيسكت. يعني مثلا عندنا 1000 switch في الشبكه, 1000 اول ما يشتغلوا كل واحد بيبعت البي بي دي بتاعته فاكر نفسه رئيس. بس كل واحد من 1000 يلاقي انه ده احسن منه يسكت البطل يبعت بيديوز. طب واللي بعده يلاقي في واحد تاني احسن منه يسكت البطل يبعت بيديوز, لغايه لما هيتبقى في الشبكه اكيد بعد سنتين بعد 4 بعد 8 على حسب حجم الشبكه واحد بس هو شايف نفسه هو الافضل في الشبكه دي, هو ده اللي هيطلع يبعت بيديوز وهيكون اكيد هو مين, هو ده هيكون الروت سويتش. يعني الاوبريشن بتاعه السبانينج تري بالتفصيل, طبعا انت في السي سي بي لازم نعرف كل حاجه بالتفصيل في ان ديتيلز, ان كل واحد بيكون فاكر نفسه رئيس ويبعت بي نيوز حد ما يلاقي واحد يقف يقول له لا انا اعرف اكتر منك, انا رئيس اكتر منك, انا افضل منك, حسب الكريتيريا والدستور بتاع السبانينج تري. فكل ما واحد بيلاقي تاني بيوقف دستور ما فيش عليه خلاف بيبدا يسكت, كل ما واحد يلاقي تاني احسن منه يسكت لحد ما هيتبقى فعلا واحد بس هو اللي بيتكلم في الشبكه دي. مين اللي هيتكلم في الشبكه دي؟ هو الرئيس الليكتنج الروت سويتش, او ممكن نسميها الروت بريدج. طيب بناء على ايه بقى نبدا نختار الروت سويتش؟ مشهوره من السي سي ان ايه ان الروت سويتش هو عباره عن سويتش صح هافينج ليست سويتش اي دي, سويتش ليه اقل رقم بطاقه. واضح طبعا من شغل السويتشات ان احنا نلاقي كل البروتوكولز او اغلبها يعني اللي شغاله في لاير 2 كلها بيختار بالاقل, يعني اقل اي دي, اقل بيوريتي, اقل بورت. لما انت نخش في حاجات ليها علاقه بلاير 3 بروتوكولز ليها علاقه بلاير 3 بيبقى العكس, يعني بتلاقي اعلى اي دي, اعلى بيوريتي, اعلى اي دي وهكذا. احنا عشان خاطر سويتشنج ده الاقل. ايه يا باشا قول لي؟ مش في واحده اعلى من دي؟ لا ده ده هو اس بي اف, لا ده هو اس بي اف, كان قال لي يا باشا ولا كان بعدين هايست اي بريورتي ثم هايست راوتر اي صح ده كده روس بيبس وانا ده لسه فاكر روس بيبس قول لي يا باشا باي اني سويتش فيلينج تشينج احساس احساس وبتطلع ازاي؟ مش ملهاش وقت معين, ايفنت تريجر حاله الحدث. طب تعالى نفتكر مع بعض السويتش اي دي ده بيتكون من ايه؟ عشان هيطلع في شكلين للسويتش اي دي. احنا في سي سي ان اي درسنا شكل ولكن في البروفيشنال ليفل في شكل ثاني هو الاكثر استخداما كمان دلوقتي. ايه الشكل الاولاني للسويتش اي دي؟ انا هعملها بص كده. ده شكل السويتش اي دي الطبيعي الشكل النورمال عباره عن 2 بايت بريوريتي 2 بايت بريوريتي 6 بايت و6 بايت اسمهم سيستم ماك. السيستم ماك ده بيبان ازاي؟ انت لما تعمل لاي سويتش شو ماك ادرس تيبل, اول ماك ادرس بيبان في شو ماك ادرس تيبل بيبقى ماك مش واصل على بورت معين, يبقى ماك مكتوب جنبه كلمه سي بي يو سيستم ماك. لو عملت شو ماك ادرس تيبل يعني حضرتك نجرب في اللاب اللي فات شو ماك ادرس تيبل تلاقي في ماكات كان جديده ظهر كده جنبها كده سي بي يو سي بي يو, دي ماكات بتاعت السيستم. اول ماك فيهم هو ده الماك اللي بيستخدم في السبانينج تري. طب البريورتي اسمها 2 بايت, 2 بايت يعني كام بت؟ 16 بت. تاخد ارقام من كام لكام؟ من 0 5000 535. ادي فولت كام؟ والله مريح السويتش. ادي فولت زي المحاضره اللي فاتت. ادي فولت 32000 768 32768 ده الديفولت. كل ما تقلل عن الديفولت كل ما انت هتكسر السويتش بتاعك. ولو تساوى سويتشين في الديفولت او تساوى سويتشين في البريورتي تقدر يلجأوا للسيستم. يعني السويتشات بتبدا تلجأ للسيستم باك امتى؟ بعد بس ما يشوف الاول البريورتي. ده كده شكل من اشكال السيستم السويتش اي دي.
الشكل الثاني اللي لازم تعرفه مؤقتا لحد ما ندرس تفاصيله شكل قليل احدث شويه. الست غايت سيستم ماك موجودين. طيب والاثنين بايت، الاثنين بايت اللي هما كام بيت؟ 16 بيت متقسمين كده 4 بيت و12 بيت. 4 بيت بريوريتي زائد ايه ال 12 بيت دول؟ ايه اشهر حاجه 12 بيت عندنا في الكورس؟ فيلان اي دي. بيتسمى ايه ده؟ يعني بيتسمى ايه الشكل ده لما يبقى سويتش اي دي بالشكل ده؟ ده بيسموه اكستندد سيستم او سويتش اي دي. ده الشكل الجديد للسويتش اي دي ان داخل الفيلانز معانا في الموضوع. وايه استخداماته؟ هيستخدم ان بير فيلان سبانينج تري بروتوكول. لما نيجي نشتغل بير فيلان سبانينج تري بروتوكول تبدا تبان الفايده بتاعته. ليه؟ لان بيتضاف على البريورتي رقم الفيلان. تعالى نشتغل عادي بالارقام العاديه اللي احنا نعرفها، بعدين لما نوصل لموضوع البير فيلان نبقى نشوف يا ترى ايه موضوع الاكستندد سويتش اي دي. فاحنا عندنا كده كام سويتش اي دي؟ يعني طلع البي بي دي وطلع عليها نوعين. كونفجريشن بي بي دي اللي بيبعتها الرايز بس، وتي سي ان بي بي دي بيبعتها اي حد يحس بالتشينج. وطلع السويتش اي دي عندنا نوعين. ايه هما النوعين بتوع السويتش اي دي؟ سويتش اي دي النوع الاول نورمال سويتش اي دي اللي هو اللي احنا اتعودنا عليه من السي سي ان اي، وفي نوع ثاني اسمه اكستندد سويتش اي دي. ايه اللي زاد بس في الاكستندد سويتش اي دي؟ اللي زاد بيقاد الفيلان نمبر تو بريورتي، بيزود على البريورتي رقم الفيلان. كم بايت دي بقى؟ ايه ده؟ هو نفس العدد 2 بايت 4 و12 بيت يطلعوا 16 بيت و2 بايت. في الاخر هو ما كبرش السايز، هو عاد تقسيمته بس، عاد تقسيمته. ورقم الفيلانس نحط في الاصفار في الفيلانس فار والاربعه دي زائد رقم الفيلانس 32768. في الاخر بص هم 16 بيت زي ما هم 32768 هو الديفولت بلس فيلانس زيرو. يعني الديفولت ان مفيش فيلان، مفيش فيلانات خالص، هي فيلانس زيرو. زودت جراند 1 بقى الديفولت 32769. زودت جراند 2 32770. يعني زود رقم الفيلان على 32768. بس انا شرحت ليها بتاع ربع محاضره كده وجع قلب. طيب المهم بعد ما شفنا القصه دي احنا بقى ازاي نقدر ان احنا نغير في البريوريتي؟ يعني احنا لو ما غيرناش في البريوريتي مين اللي هيكسب الانتخابات ويبقى رئيس السويتشات؟ ممكن واحد مش على مزاجك. انت في الاخر عندك في الشبكه بتاعتك 200 سويتش. احتمال ان الكور هو اللي يكسب 1 في 200. يعني في الاخر 200 سويتش احتمال ان يكسب الكور 1 في 200. فعشان ما تسيبهاش للحظ ات از بريفيرد ان انت تقدر تغير الارقام دي بايديك. يعني تعالى مثلا نفترض مع بعض، ان ان ده ديستريبيوشن A، ده ديستريبيوشن بي وده الكود. ديستريبيوشن ايه جاي بالسيستم ماك ادرس ده 0 0 0 0 0 سي اي 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 12 حرف اكس اسم ده الماك ادرس. وديستريبيوشن بي جاي ب 0 0 0 0 0 سي بي 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 12 حرف اكس اسم والكور او سي ده اللي احنا عايزينه طبعا يكسب. ليه عايزينه يكسب؟ عشان سي 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 لازم يكسب. لكن لو سيبناها للاسف للحظ هيخسر. ايه هو سي 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 حضرتك دي امسحها يعني وهي في الكوره قدامي. ماشي انت رحت الدايره الحمد لله الكورس ناقص واحد من المره الجايه. ايه هو اللي هيكسب بالطبيعي ده؟ بطبيعه الحال بقى لو جيت تحسبها بنحسبها ازاي؟ مين الاقل؟ انا صورة معايا ما عنديش ما عنديش ما عنديش لغه ولا ولاد. طيب. تقييم فيك لغتك العربية يعني. هنقارنها ازاي؟ بص زيرو زي بعض. لغاية السي زي بعض. نبدأ بقى من أول، يعني احنا مش دايما من شمال يمين. الموست سيجنفيكانت الأول موست مقارن. خلاص ما بقوش متساويين مع بعض نبدأ. فأول موست سيجنفيكانت مش متساوي. إيه بي سي. احنا بالنسبه لنا في الهكس ديسمال الـ A اقل من B اقل من C، فساعتها هو مين اللي هيكسب الانتخابات؟ كان هيبقى ايه؟ فاحنا مش عايزين ديستريبيوشن ولا يطلع عكس السويتش هو الرئيس، فهنضطر نتدخل جراحي. يعني يمكن هو ده اهم معيار، اهم معيار انت تحكمه بايديك وانت بتديزاين شبكتك. تدخل جراحيا ازاي؟ هنخلي الرئيس والكور.
يعني يجي نعمل ايه؟ نعمل الكونفيجريشن دي على الكور. يعني حتى الكوماندز بتاعت سبلنتر يوم هتعملها تبقى بتتعمل على سويتش واحد مش حاجه وجع قلب. ايه الكوماند المشهور اللي دي؟ اقدر اخلي سويتش ريس وانا على الكونفيجريشن مود اقول له سبانينج تري وراح كاتب فيلان 1-4094 مقصود ايه فيها؟ كل الفيلانات يعني كل اللان. وراح كاتب بريوريتي وراح كاتب الرقم اقل الرقم ده كام؟ اخلي الرقم ده ليس ذان 32768. يعني ابدا بس اقل الرقم ده عن 32768. بس سويتش انا عايزه يكسب سهل قوي، هاجي بعمل له كونفيجريشن هو كسب وخلصت القصه على كده. بس في الحقيقه في تول افضل من دي، يعني في امر افضل من الامر ده، يعني امر ده امر سي سي ان اي لو كان بتكتك كده برايمر. ايوه في امر اظرف بكتير من الامر ده، بحيث ان انت ممكن تعمل ايه؟ انت ممكن تبقى مش عارف مثلا السيتنجز اللي على سويتشات، تيجي على سويتش من السويتشات وتقول له بريوريتي وتحط رقم. في الاخر يطلع ايه اللي حصل؟ ان الرقم ده هو في سويتش اصلا موجود واخد اقل منه، يعني انت ما كنتش عارف مين اللي عمل كونفيجريشن قبل كده في الشبكه. يمكن يكون واحد عمل كونفيجريشن وقال لي بريوريتي للسويتش من السويتشات، وانا في سويتش عايز يكسب. طب انا اعمل ايه عشان عايز السويتش ده يكسب؟ رحت قلت له بريوريتي مثلا، خليت البريوريتي بتاعته مثلا 24000 وشويه. لما خليت البريوريتي 24000 وشويه ما بقاش رايس. ليه ده ما بقاش رايس؟ طالما في سويتش تاني اصلا موجود في الشبكه كان واخد رقم اقل من 24000 وشويه. فالامر الافضل من ده، امر افضل من ده اللي هو الامر ده، استخدم الكومن بروفيشنال اكتر، هو كوماند اجدد اصلا اسمه سبانينج تري، وتختار فيلان وتختار الاوبشن ده تكتب له كده روت برايمري من غير ما تحط اي ارقام. الامر ده بيريحك انت دماغك، بيكبر السويتش اللي اتكتب عليه الامر ده بيكبره، هتبقى ريس يعني هتبقى ريس بالعافيه. انا لو عايزه يعني كل مره اكتب فيلان واحد بصوره 0 لازم. عايز كل الفيلانز. عايز كل الفيلانز. طب انا نفترض دلوقتي ان احنا شغالين بكل الفيلانز. لو انا ما كتبتهاش اصلا خالص. لا ما ينفعش انكمبليت كوماند، الامر يبقى نقص. طب سؤال، لو كتب على يعني سويتشين بالغلط مين فيهم؟ تعالى احكي لك بس الكوماند ده وانت تشوف مين اللي هيحصل. مين قال يقترح حاجه؟ سؤال حلو. ما حدش يدينا اجابه حلوه، لو كتب على سويتشين مين هيبقى رئيس؟ التاني. شكرا يا باشا. احكي لك بقى ازاي ليه انت تختار عنه التاني فهم. بس لازم تعرف الاول السبب. طيب هو امر روت برايمري ده بيعمل ايه؟ امر روت برايمري ده في اول شغل ايه؟ بيخلي السويتش اللي انت كتبت عليه الكوماند ده سويتش ويل هاف بريوريتي 24000 وشويه. كام بالظبط؟ بص هو الحسبه بتاعتها ماشيه بالشكل ده. المعادله بتقول ايه؟ بتقول لما نكتب الامر ده على سويتش من السويتشات هيخلي البريوريتي بتاعته 32768 ناقص 4096 ناقص 4096. هو اشمعنى 4096؟ رقم الفيلانات. بينزل مرتين، احنا بنسيب ال 4096 دي ستيب. هو بينزل نفسه كام ستيب؟ بينزل نفسه 2 ستيبس. يعني هيعمل ايه سويتش؟ السويتش لو انت كتبت له الامر ده وكان كل السويتشات بالديفولت بريورتي، يعني كانت كل السويتشز بالديفولت بريورتي اللي هي 32768، الامر ده هيأثر ازاي؟ السويتش هيكتب الامر ده بيراقب كل اللي حواليه. مين اللي موجودين؟ احسنهم مين؟ احسنهم ب 32000 انزل عن 4096 وانزل 4096. فانت لو حسبتها كده انت 2792 ناقص 2 4096 يطلعوا 24000 وشويه. ما افتكرناش مين كده 24000 وكام؟ مش اي لسه صيف فريش. طيب بس هم الاي دول بيفتكروا الحاجات دي. الناس دماغهم ايه؟ من ده ما بينسوش ابدا. ايه؟ صواريخ. طيب فخلينا تاني كده الامر بيعمل ايه؟ الامر ده لو لقى كل السويتشات بالديفولت يروح لازم تو ستيبس. طب افرض الامر ده لما انت كتبته لقينا سويتش واحد بريورتي اقل من الديفولت، يعني الامر ده اف اول سويتشز ار يوزنج الديفولت، الامر ده لو لقى كل السويتشات